طيب احنا معانا الكابتن اسماعيل عدويه اه طبعا ومعانا آه الكابتن اسماعيل الشريف ومعانا الكابتن حسين الجزار حسين الجزار كل واحد لما عرف انت موجود معانا عايز يوجه لك كلمه هنسمع يقول ونعلق على كل واحد تمام تمام احنا اخوات يعني من عشره طويله عن من قبل حتى ما نلعب مع بعض في التصنيع هو طبعا ربنا وفقه وراح النادي الاهلي وانا رحت النادي المصري بورسعيد انا وإينو جه الحاج سيد متولي اشترانا من التصنيع هنا وعلي حسن وعلي حسني ورمضان ده اخ يعني عايز برامج عشان نتكلم عليه الاخلاق عاليه وراجل محترم وكفينا فخر ان هو راح منتخب مصر وهو بيلعب معانا في التصنيع واخد بالك هو يعني رمضان اللي انا اقدر اقوله بس ملوش حظ حتى في التدريب يعني هو راجل مدرب كويس بس ما اعرفش يعني كان امل ان هو يوصل زي الناس اللي, اللي بتدرب دي يعني انا ورمضان و وكان اخونا برضك عزيز علينا لحد الان صديق رمضان الحميم يعني استاذ علاء ده بنعتبره اخ لينا علاء لوكس بنعتبره اخ لينا وهو اللي كان محتضننا انا ورمضان يعني اما انا سافرت الامارات مستمر برضك هو ورمضان يعني صداقه وانا مستمر مع رمضان على طول ما يعني ما معاني هو راجل اولا برر باهله يعني يعني هو يعني معتني باهله واخواته كده ربنا يبارك له واحنا كنا يعني نروح البيت عندي وانا اروح البيت عندك يعني كنا أكثر من اخواته يعني. واحنا كنا مجموعه هنا في حلوان يعني كلنا مثلا كابتن حسين الجزار ينو رمضان شريف عبد الحميد منير عطيه الناس دي كانت من عبد السلام الناس الناس دي كلنا كنا اسره واحده حلوان هنا يعني يعني مفرغة للعيبه كان لعيبه يعني فتاه المجد العسوي فوز التبعي كلنا كنا اسره واحده رمضان ده كان هو الكينج بتاعنا وطبعا لما راح المنتخب طبعا حاجه تشرفنا وهو انسان كويس وابن حلال وعشان خاطر يعني هو كرم اهله كتير يعني فعشان كده ربنا كرمه اقول له انت وحشني وربنا وفقك ويساعدك ويخلي لك اولادك وانت راجل محترم وراجل اصيل وابوك فعلا رباك انك انت راجل محترم فعلا وراجل متربي وراجل ممتاز. آه اسماعيل عدوي احنا لما كنا بنشوفه معاك في النادي الاهلي باستمرار كنا فاكرينه انه اخوك. اه. اه احنا عشان كنا قريبين جدا من بعض. بالظبط كده اه. هتقول له آه ايه؟ آه هقول له طبعا اسماعيل صديقي الحقيقه وكان زميل ملعب. ويمكن انا لما راحوا يتنقلوا للنادي المصري آه كان الله يرحمه سيد متولي الله يرحمه آه انا اللي كنت معاهم الحقيقه كان بيكلمني هو وبتاع وربطنا مع بعض يعني انت سعيت ان هم يروحوا سعيت ان هم يروحوا النادي المصري يعني حتى لإسماعيل وبالنسبه لإينو كان إينو كان قبل تقريبا سبعين آه لدرجه ان احنا واحنا قاعدين مع سيد متولي الله يرحمه يعني اتكلمنا في حاجات المالية بتاعت إينو آه. كان طبعا بيتكلم في حاجات بسيطة لا اتكلمت في حاجات كويسة قوي وخد عربية ألفين جديدة في الفيت آه. في الفيت الفين آه. في نفس اليوم ما شاء الله آه. فطبعا اسماعيل طبعا من من الاصدقاء المقربين جدا و... وعلى طول اتصال مع بعض هو طبعا آه قعد فتره كبيره في الامارات في الامارات ايوه اه في الامارات لكن على طول اتصالاته اذا كان من الامارات او لما كان بيجي هنا فهو على من اصدقاء المقربين هنشوف في واحد تاني حبيبك مش لك آه. على اسمه هتشوفه دلوقتي وهتفاجئ بيه اه من حسن حظي ان احنا ابتدينا ناشئين مع بعضينا انا وكابتن رمضان السيد كان اسم النادي في الوقت دول اللي هو مصنع 36 ابتدينا ناشئين مع بعض وكان اول ماتش كنا نطلعه كان في توقف في الدوري عشان المنتخب رحنا مع بعض كان ماتش اولمبي النادي الاولمبي وفي اليوم ده الماتش ما اتلعبش عشان المطره وكده ولكن دي كانت بدايتنا تمام أه ابتدينا مع بعض بعد كده نشترك مع في فريق الدرجه الاولى مع كابتن ابراهيم كيلا الله يرحمه وكان كنا بننافس في الوقت دون أه أه للصعود سعدنا مع بعضينا ابتدينا حياتنا مع بعض كلعيبه كنا قريبين من بعض هو كان راجل لعيب وسط ملعب كان يتميز كابتن رمضان بالناحيه المهاريه العاليه بالرغم من صغر سنه كان هو راجل بيلعب لعيب وسط ملعب يتميز بأنه هو راجل مهاري ازاي بيوصل الفرود للمرمى من ضمن الذكريات مع كابتن رمضان ولو هو يفتكرها لما كنا بنلعب اي كان فاول بيجي هاند عن بول عند منطقه الجزاء كنا بنعتبر دي بالنسبه لنا احنا النادي يعتبر او الفرقه بتعتبر دي زي ضربه الجزاء اي فاول من لكن رمضان كان بيلعب البليسنج اللي كان بعد كده بيلعبها كابتن ابو تريكه كان جون جون ده بالنسبه للنواحي المهريه لانه كان راجل مهاري عالي جدا وكان سنه صغير وكان مميز عن بقيه اللعيبه الموجوده برضه اتذكر لكابتن رمضان كان في جزء وفاء كبير جدا وهو لما جه الكابتن عزة ابو الروس مرن الهيئه العربيه للتصنيع واحنا في الدوري الممتاز وكده بعد كده الفرقه كانت بتلعب في الصعود السنه اللي بعديها بتلعب في الصعود مع الكروم نادي الكروم كان في تعادل هنا هو وبعدين كان في ماتش تاني الكابتن رمضان كان في اصابه اصر انه يلعب الماتش ده دي حته وفاء بتاعت الكابتن رمضان كابتن كان كابتن كانش عايزه يلعب لانه اصر انه يلعب كانت الاصابه تمزق في العضله الامانيه اصر انه يلعب وفعلا لعب وكان زادت عليه الاصابه الكابتن رمضان لما اتنقل للنادي الاهلي طبعا هو كان زي ما الكابتن اسماعيل قال ان هو الراجل راح منتخب واحنا كنا درجه تانية ودي كانت من الحاجات الصعبه ان في لعيب يروح منتخب مصر ويلعب لعب مع كابتن خطيب في مدغشقر في دورات في ليبيا لما راحوا لعبوا في ليبيا وكده لانه كان لعيب مميز هتقول ايه لعبد السلام الشريف نجم من نجوم اه طبعا فيلك. اه طبعا كان نجم من نجوم الحقيقه كان مساك حاجه سوبر الحقيقه القوه والسرعه والكرات العاليه اللي بيتعامل معاها ومواقف واحد ضد واحد كان مميز جدا آه الحقيقه في في الحقيقه ذكريات آه كتيرة مع المجموعة آه اللي أنا بكلمك عليها هو يمكن عبد السلام قال حاجة دلوقتي آه. كابتن عزة أبو الروس كانش عاوز يلعب في المباراة اللي هي الصعود آه. كان آه. عندك إصابة في العضلة الأمامية آه. العضلة الأمامية دي بتبقى صعبة قوي آه. وانت اصريت آه. ما خدتش انت ممكن تتعور تاني والاصابه دي تبعدك عن الاهلي وتبعدك عن اي حاجه لا انا فكرت في وقتها ان احنا نصعد يعني المباراة دي كانت صعود لدرجة اقول لك حاجة يا مصطفى انا اساسا آه كنت بلعب رجلي اليمين انت كنت تلعب مركز ايه في الهيئة انا كنت بلعب بالمراكز اللي هي بتاعة وسط الملعب اللي فوق اللي هو تحت يعني الفرودين تحت الفرودين اه تحت الفرودين آه. تحت الفرود آه. وكنت بعمل الحتة دي تشق من ورا اه حتة البلي ميكر وحتة ان انا بروح للجول وبأصنع اهداف يعني يمكن عبد السلام دلوقتي اتكلم في حاجة لما كان بيجي لنا فاول بره ال 18 كان اللعيبه بتاعتنا خلاص آه انا كنت بعملها من فوق الحيطه دي تروح جول ال يعني ال... مش بيكهام ومش بيكهام والكلام لا من زمان والله من زمان ما شاء الله اه الحته اللي هي بتاعه رجليا أقول لك حاجه غريبه جدا يا كابتن مصطفى قول ال... آه انا نزلت الملعب طبعا ما, بل... ما استخدمش رجليها اليمين خالص قعدت حوالي شهرين بلعب رجليها الشمال بس 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 يعني لو إيه سات... نسيت رجلك رجل اليمين فيها ت... فيها تليف آه واي لمسه بتوجع بطلع عليها. بره آه. بطلع اه المباراه دي قعدنا بردك حوالي 80 دقيقه انا ما بلمسش الكرة برجلي اليمين خالص خالص وبتقف تتحكم بكنترولك بت... والكلام ده وكل حاجه لان ده ده الناس بعد كده افتكرت ان انا اشول من م. كتر تحكمي بقى بعد ما الاصابه دي اه من كتر تحكمه في الكرة بالجهة الشمال والتسديد والحاجات اللي انا لحد هذه اللحظه انا فكره كشوى لوحياتي آه. <applause> ما انا بقول لك اه اه فالمهم في الدقيقه 80 اتلعبت لي واحده طويله فانا جريت ضربت السرد بالسرعه وبعدين ايه رايح اعمل الكوره برجليها الشمال اه راح كنا في ملعب الزمالك اه راحت الكوره نطه في حفره وراحت رايحه على رجلي اليمين ما فكرتش رحت عامل الكورة ببطن بطن رجليا من من جول برجل المصابة اه برجلي المصابة ورحت طالع بره الملعب يعني كملت على بره الملعب على طول لأني يعني خلاص ترقعت ودي منها جو... جي جول جه جول وكان آه. صعود اه صار كان صار. هدف الصعود آه. انا بقول لك وقتها يعني لولا الحفرة دي ما كانش فيه صعود ما <applause> كانش فيه صعود وفي نفس الوقت ما اعرفش بقى كنت العبها بالشمال ازاي يعني اه فالحقيقه طبعا برضك عبد السلام احنا كنا مع بعض برضك اصدقاء يعني ولدرجه ان احنا كنا بنقضي وقت كبير جدا كنا نطلع من حلوان على الحسين كل يوم او كل يومين ناكل ونقعد مع بعض وكان مجموعه جميله الحقيقه طيب احنا انا ليه بقول لك على الذكريات بتاعتك مع فريق مصنع 36 لان بعض الناس بتفتكر ان الواحد بعد ما بيمشي من النادي بتاعه ما بيكملش لا الصلاة لا ولا الكلام لا ده كله لا مع لا الجيل لا اللي قبله. احنا معانا كمان كابتن حسين الجزار. اه. وكابتن آه حسين الجزار اتكلم كلام جامد قوي عليك. اه. فهنسمعه وترجع تعلق على كلامه. تمام تمام. كابتن رمضان من اللاعب بالهيئه العربيه للتصنيع، طبعا لعب في مصنع 36 كان لسه قبل الهيئه العربيه للتصنيع. كابتن رمضان من اللاعيبه الممتازين جدا. كابتن رمضان لعب في مصنع 36 كان لسه 18 سنه. راح منتخب مصر وهو لسه صغير قبل ما يروح النادي الاهلي طبعا كابتن رمضان معروف على مستوى البلد لأنه كان لعيب كويس وعلى مستوى عالي كابتن رمضان احنا عاشرناه من فتره كبيره واحنا وهو كان لسه شبل واحنا كنا في تيم لعب معانا وهو 18 سنه تاخد منتخب مصر قبل ما يروح النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي لما شافوا في الهيئه العربيه للتصنيع خدوا النادي الاهلي اصبح ان منه للمنتخب مصر على طبعا اي واحد يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي صح وهو لسه هو كان منتخب مصر قبل ما يروح النادي الاهلي فطبعا لما جه جاله العرض للمصنع طبعا المصنع رحب بيه لأنه هو كان طبعا لعيب كويس واحنا بقى طبعا مع زملاته احنا اول ناس رشحناه انه يمشي لان ماشيه مصلحه ليه وللنادي علاقتنا ده رمضان اخونا الصغير يعني اعتبر من اخواتنا يعني مش يعتبر لعيب بس كان لعيب وأخ لنا طبعا رمضان أنا برحب بيه طبعا في أي وقت لأنه طبعا ده أخويا صغير وطبعا لعيب لعب معايا فترة كبيرة وطبعا احنا طبعا نتمني إن احنا نرحب بيه في أي وقت يعني كابتن قوله. حسين الجزار اه وعشان كده انا بقول كابتن اه لأ انا قلت اسماعيل اسماعيل وقلت عبد السلام عبد السلام لان كان هو أكبر سنة. كان اكبر مننا واحنا كنا صغيرين كان بيحتضنكم يعني آه, اه اه حاجه جميله برده وكان بيحتضننا و... شوف يا اخي آه آه الادب فعلا فضلوا آه على العلم شوف الاحترام اهو شوف الاحترام عشان اكبر سنه وهو اللي كان محتضنهم فبيقول لي كان ممكن يقول لك مثلا جزار عادي لما قال لك الكابتن اه طبعا الجزار طبعا كان كابتني نعم. يعتبر كابتني نعم. وكان الحقيقه يعني هم طبعا مجموعه كبيره وكان محتضننا الحقيقه واحنا يمكن زي ما قال عبد سلام احنا لعبنا بدري جدا كان 17 سنه وانضمينا للفريق الكبير من الشخصيات الجميله الحقيقه طيب.